الثامن بركان في الطلب دي التمويه كان رائع، التمويه كان رائع، الكل اعتقد بان مراد بطنه ولا يسدد. وتسديده ما كانتش قويه بالفعل، هو بالفعل لاحظوا تسديده لم تكن قويه، ولكن اخطا وين الحارس مشى تقريبا واحد 7 ديال الامتار من الزاويه الثانيه. هنا التمويه مشى، اعتقد خطا الحارس بانه اللي